أهلا واضح جمال سليمان. لما والدي جاب غسالة لأمي، أنا أمي كانت تغسل على إيدها، يعني كان مثل كل الستات زمان. بتذكر سعادة أمي الشديدة بأنه صار عندنا غسالة وما لم اضطر تغسل لكل هالولاد على إيدها. يعني ما كنت حبيت ناس ما كانوا يستحقوا حبهم كل هذا الحب. يمكن كنت دائما اكذب حول مهنه ابي. ابي كان سواق سياره نقل، فلما رفقاتي كانوا يسالوني انه والدي شو بيشتغل، كنت اقول لهم بيشتغل سواق طياره، يعني طيار. يعني بعز النوم فتخبط الباب وتخبط بقوه، فأنا استغربت. فتحت الباب لقيت شابين وبنت كانوا سهرانين وطالعين من السهرة وعرفوا أنه أنا موجود بالأوتيل بهي الغرفة وحابين يتصوروا معي. ما الذي سيحصل في مستقبل سوريا؟ حنرجع على بلدنا؟ حنرجع على بلدنا؟ حنرجع نشوف بيوتنا أهلينا وأصدقائنا والأماكن اللي بنحبها بسوريا ولا لا؟ يمكن حامل بامية مصري؟ لا، على طريقتي ما أعرف إذا كانت مصري، أنا ما بعرف إذا كانت مصري ولا سوري، بس حامل بامية. إطلاقا السمن ولا الزيت، بجيب لحم غالبا بعظمه، وبجيب اللحم اللي يبقى فيه شوية فات، شوية دهنة، يعني اللي باللحمة هو اللي بيبقى بديل الزيت أو السمنة أو أي شيء، وبغليه وقت طويل مع البهارات ومع الملح ومع الثوم في البندورة، طماطم يعني على الوش، وخليها تنطبخ على نار هادية قبل ما شيلها بحوالي 10 دقائق. بحط كمية كبيرة من الكزبرة لأنه أنا بحب الكزبرة مع هاي الأكل، بتركها تغلي مع الكزبرة كمان 10 دقائق وبعدين بكت، تطلع لطيفة جدا وطيبة جدا. كم واضح؟